وتعقوا لي واش قبيلة ولاد عمر ولات كلها يهودو؟ لا نعمس حاشا. يا علاش كتزيد في العدالات ديال الماحية؟ تا ولات القبيلة كلها سكرانة. راه مالي كيصدعوني يا سعادة القايد، ديما كنقول لهم راه الماحية مديورة غير اليهود ونصارى، وانتم بارك عليكم على البن وصيكوك. أبارك يا ولد الحرام، كون تصلوا بك الناس ديال الزاوية وتشوف حالتك كي غتولي، ومن اليوم ما غتبقى تبيع حتى قطرة، ودابا غيمشيو معاك العساسين في كودك وعدالات ديال الماحية، وهذاك الحشف اللي عندك غيجيبوه لقا لنا، وانت غادي تخلص هاد 2000 ريال تعود على الخسارة اللي تنكبات بها القبيلة. حنا شي دي راه فكرنا في هذه العمله هذه وجبنا لك هذه المعاونه. وشحال؟ 300 ريال. ما قداش 3000 ريال باش حكمات القبيلة. أوكوكا سيدي بزاف علينا يطول عمر سيدي. و1000 ريال زيادة من عندي على فهمتك المزروبة. كل ما فكرشكم العجينة ما تجيبوش لي ديك السرة، على أنا ما فراسيش اش كديروا في القبائل الأخرى. شوفوا غادي تدبروا لي دابا في التعويض ديال الخسارة، راكم عطارة وعندكم ما تيسار. يلا ضرقوا لي وجوهكم. هي الأولى ما تعاودش يا سيدي ما تعاودش. فراج. نعم سيدي. الغزواني مول كيف جا ولا مازال؟ ما لقيناش. نعم سيدي. الصباح نبغي يكون عندي، كان في السماء ينزل كان في الارض يطلع. امر تعمل. نعم سيدي. والويله واش من الويله هاد؟ عندك تنسك على الشيء اللي قلتي لي قبيله. اشنو بويا يا قاولتيني باش هضر معاك؟ دا وانا راه ما كرهش نمشي عندو درك. بصح ولا عاك دير لي خاطر؟ امك الصح تي يا جبلاتي، ماشي هذه هي الطريق ديال خيمتكم؟ غادي نمشيو نتمشاو شي شويه، كيعجبني ندير صحه القمره. ها قاسو تحت القمره ما نتعطلوش. ها الباتول واحد شريبة الماء الله يرحم والديك. وهي الباكة وليدك. وهذا جن ولا اش بغى يكون؟ اشكون هذا اللي بغى يكون جن؟ شوية المسيح راه انت خلعتيني. هاو خلعتك على اللي لابس هاد الكسوة عدو المكحلة يتخلعو. خليني عليك الله يخليك. قولي يا السويلمي شكون يكون هالجن؟ انا نجبدو ليك على نسيتي اصلي راه من دكالة. الجنون كيحكموهم سواسة ماشي دكالة. هيا عندك الحق، ولا اني هالجن اللي ما كيبانوش عاد دكالة اللي يقدو عليهم. الغزواني مول كيف ما لقينا ليه آثر، وسيدنا بغي في الصباح اي ثمن. ولاش بغى هاد سيدنا؟ ياك ما توتب له وانا ما فراسيش. ايوا اش هاد الهضرة؟ كنعرفك بس خلعتي يا سويلمي. صافي سويلمي لقينا الجن. العماله كواتني وزادت نبيا. الله يا سيدي الله يا دادا. لا عمر دار ما يمشي سلم ولا قبلو جاي عواله. الله يا دادا. فراق الحبيب جاني صعيبه. العماله كواتني وزادت نبيا. الله يا سيدي تهنينا. هرمي يا قامو هرمي.
كتعرف دار القايد القلاوي في مراكش؟ اي نعمس. هاك دي لي هاد البريه. انا مزاوج العمس، انا مزاوج العمس، نتزوج بها دروك الا قبلت العمس. عمس صيفطنيش الحبس ديال مراكش واع العمس. انا مزاوج يا سيدي، انا مزاوج. حيد عليا. انا مزاوج. واش القبيله كلها منكوبه بهاد المصيبه؟ شي كيجمع عيالات وشي كيبكي وشي كيطلب لطيف وانت داير مقصر. حيد ومعامل مع وحده من الخدم ديالي. صليتوا فيها؟ اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. وسي الحريفي ما تذنبش. حتى هو تذنب. وعلاش ما فصلتوش ليه شي طرحه اللي تقدوه تشيط؟ كلام القايده لالا. سير عيط لي على العبيد كلهم يشوفوا شنو طرا لطامو باش يعرفوا شنو كيتسناهم الا ما حمدوش الله. واخا لالا. مزيان هو ياكل ويشرب ويتمتع ويتحلحل وتيلو حق الكلاب تفزك. غيره ما يدير لالا ما عارفش سي عيسى والله لا خلاها فيه. محوشي شويه ديال طموع الدنيا من خص خير نعمس. او وجهداش زيد 1000 حتى 1200 ريال نعمس. عقب الناس داخل طامو كيسم المال مع العسل نعمس. ايوا شرف طامو طرقنا وشرف القبيله. اش ما حكمت القبيله انا قابل نعمس؟ عفينكم عفين العدول عفين كابن سروق. صاحبك فين هو؟ موجود نعمس. واش كتسناو؟ نوضو حكموا على الغزواني راكم عارفين واش دار وحكموا عليه بالشرع والدين المحمدي. حاضر حاضر نعمس. اسمعني مزيان اش غنقول. هاد الصندوق غادي القايد القلاوي وغادي معدو سلاح البارود وفلوس زرع نعمس غادي بهم توبدا المليفه. حاضر نعمس. باقي شي حاجه اخرى ما فهمتيهاش؟ كل شيء مفهوم ومحبوك نعمس. شحال يقدك ديال الوقت؟ ونعمس شهر تال 40 يوم. يلا من بعد 40 يوم غتصيب طعم وكتسناك في النواله. الله يبارك في العمر سيدي. واو المساتي الرادة الرادة العطار هالحول اللهنية عاش حب الخاطر وطويت الغيبة هالدور غير الجولة وتلوي حياة اللهنية. وش مني هي الخبر اللي سمعنا على دوار السيسة؟ هذاك الشيء بالمعقول يا لالا. عرفتي الله ينجيكم انتما وينجي البحيم ديالكم. وهاد المرض كيعادي تعادي بزاف وخاصة ملي كيكون الزمت بزاف كيتعاداو. واش نديرو؟ ايوا خص البهيمة لالا هنيا خصها تكون مطلوقة على برا خارجة للريح كيضربها الريح فهمتي وتبقى مسيبة. وي ليش تاش كتقول؟ هاد الكلام كله راني قلتو لدوار ولاد زايد قلتو له كلهم فهمتي ودابا خصكم نتوما تكونوا ثلاثة أو أربعة تجتمعوا وتبنيو التدريبة على برا بالعود فهمتي بالعود وبس بقى البهايم يبقاو مرتاحين مريحين وما خصهاش يتربط. ايوا هذا راه شغل الرجاله حتى يجي ويتجمعوا ويدبروا. قول لي كاين شي ريحه كاين شي عطور؟ كل شيء موجود يا لالا هنيا. هاي عباد الله كيقول لكم القايد يا الولاد زايد كيفوت هاد المرض. عباد الله كيقول لكم القايد ديال ولاد زايد ما تربطوش بهايمكم كيفوت هاد المرض. عباد الله كيقول لكم القايد. خرجوا الخيل والكسيبه
وديهم للزريبه العريره. واخا نعمس. سوقوا الفين وانتوما من اليوم ما كاين لا سرحه لا سطوال. تنشوفوا هاد المنزله. يلا تحرك تحركوا. هادي راه غزوه ماشي حركه. غادي نغفلوا ولاد زايد ونهجموا عليهم وندوا بايمهم وغترجعوا منتصرين وجايبين معاكم الغنيمه. كل واحد فيكم غادي ثلاثه البقرات وخمسه النعجات. وهذا ولدي سيدي احمد كلمته بعد كنتي وما تعاودش من وراه. سمعتوني؟